قناة أخبار النجوم، إذا عجبكم الفيديو يا ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد وشاركونا بالتعليقات. المجني عليه ينتمي لأسرة بسيطة في منطقة بيجان في شبرا، مكونة من 5 أفراد. قبل سنة رغب في إتمام نصف دينه، وأبلغ والدته بالبحث عن عروس مناسبة له، كونها تعمل ترزية ويمر عليها الكثير من بنات الحي. ذات يوم دار حديث بين والدة المجني عليه وإحدى زبونات المحل عن أمنية والدة الزبونة في تزويج شقيقتها، فاقترحت عليها الترزية جلبها ليراها ابنها ويتعرف عليها. تم اللقاء في غضون أيام قليلة، وأعجب المجني عليه بشخصية الفتاة الهادئة، وطلب من أمه تنسيق موعد مع أسرتها لخطبتها. اتفقت الأسرتان على تجهيزات الزيجة. دامت العلاقة طيبة بينهما حتى انتقل المجني عليه وزوجته لمسكن الزوجية بذات حي عائلتهما في سبتمبر 2018. بدت علاقتهما حسنة خلال أول شهر من الزواج، إلا أن غيرة الزوج جعلته يعنف شريكته على أمور رآها محض شك في أخلاقها. والدة القتيل تحكي لمصراوي أن المشكلات الزوجية لاحقت منزل العروسين في مطلع حياتهما معا، وتدخل وسطاء من العائلتين لحل الخصومة بينهما طوال الوقت، إلا أن الزوج داوم على مطالبة زوجته بعدم الالتفات حولها خلال سيرها معه في الشارع وارتدائها ملابس محتشمة عند الوقوف بشرفة الشقة. لترد الفتاة العشرينية: بلاش تحسسني بالشك، أنا محترمة. اقتنع الرجل الثلاثيني بضرورة تنفيذ زوجته شرع الله على حد وصف شقيق المجني عليه، عايزها تبطل تبص حواليها وتلبس ملابس حشمة وهي في البلكونة. الأجواء كانت ساكنة داخل شقة العروسين مع قرب سطوع شمس الخميس 31 يناير 2019. المجني عليه يجهز حاله قبل الذهاب لعمله على التوك توك، إلا أنه فوجئ بوقوف زوجته بشرفة الشقة تتحدث في الهاتف. هرول نحوها: بتكلمي مين؟ فردت مرتبكة: بلم الغسيل. لم يصدق الزوج روايتها، وحدثها بنفاذ صبر عن استحالة جمع الملابس المجففة في هذا التوقيت المتقدم من اليوم، حتى تطور الأمر لمشادات كلامية دفعت الزوجة للاتصال بنجل عم المجني عليه أحد وسطاء خلافات العروسين لتشتكي من تصرفات زوجها، فقدما على الفور واتفق معهما على الانتقال لمسكن جديد بذات الحي. وبعد ساعتين من إتمام الصلح ذهبت الزوجة للشقة الجديدة لتنظفها وتعدها للعيش بها، بينما كان الزوج يجهز محتويات مسكنهما القديم استعدادا لنقله. في تلك اللحظة حضر شقيق الزوجة متجهم الوجه وقال للزوج: مش هسيبك انت تتعرض لأختي، ليحاول الأخير تهدئته لكن دون فائدة. لم يكف شقيق الزوج عن توجيه السباب للزوج حتى طالبه الثاني بالرحيل عن منزله ما دام يرفض النقاش بهدوء، فباغته شقيق الزوجة بطعنة سكين في قدمه اليسرى وفر هاربا، بينما تساقلت خطوات المجني عليه نحو الوراء وسقط مدرجا على الأرض وسط دمائه المتدفقة حسب رواية شهود عيان لمصراوي. فر المتهم هربا من قبضة الجيران بعدما نفذ كريمته وردد أمام الجيران مواجهة حديثه لوالدته: قتلته عشان ترتاحي. سارع الأهالي بنقل المجني عليه لمستشفى ناصر لمحاولة إسعافه، إلا أن الأطباء أبلغوهم بوفاته وحرر محضر بالواقع، وعرض على النيابة التي أمرت بحبس المتهم 15 يوما على ذمة التحقيقات. وهنشوف مأساة تانية دلوقتي أفظع من السابقة. الأجهزة الأمنية في البحيرة من كشف غموض العثور على جثة سائق في قرية 20 لحوم التابعة إلى مركز أبو المطامير مشنوقا داخل المقابر. وترجع أحداث الجريمة حينما تلقى اللواء علاء الدين عبد الفتاح مدير أمن البحيرة السابق اختارا بوجود جثة لشخص بأحد المدافن بمقابر قرية 20 لحوم 10,000.
وبالانتقال والفحص والمعاينة تبين وجود جثة ألف سنه 19 سنة سائق داخل أحد المدافن في مقابر القرية، ومبلغ بغيابه بمحضر عمله شقيقه، وكان يرتدي جامل ملابسه وملفوف حول عنقه إشارب حريمي أخضر اللون، أسفله سحجة دائرية حول الرقبة، ولا توجد إصابات ظاهرية. وأسفرت الجهود إلى تحديد مرتكبة الواقعة، سنها 23 سنة، ربة منزل ومقيمة في قرية 18 لحوم بـ10,000. وبتقنين الإجراءات تم توقيف المتهمة، وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة بقصد الانتقام من المجني عليه لقيامه بالتشهير بها لوجود علاقة غير شرعية بينهما، مشيرة إلى أنها قامت باستدراجه لمقابر القرية بعد أن عقدت العزم، وبيتت النية على التخلص منه عقب إيهامه برغبتها في ممارسة الرذيلة معه، وقيامها بإعاقة حركته بنصر كمية من الرمال في وجهه، وخنقه باستخدام الإشارب وجذبه بقوة حتى فارق الحياة، والاستيلاء على هاتفه المحمول والتروسيكل الخاصين بالمجني عليه. والوطن نشرت المأساة ديت بتاريخ 16 يناير 2019، ونشوف مأساة تانية دلوقتي أفظع. تنظر محكمة جنايات الجيزة محاكمة صاحبة حضانة وعاملة بتهمة القتل العمد بعدما اتفقتا على استدراج سائق تاكسي في منطقة وسيم وقتله وتقطيع جسده لأشلاء وإلقائها في أماكن مختلفة، وتم الكشف عن الجريمة بالمصادفة أثناء العثور على أشلاء آدمية في منطقة الوراق في بداية شهر أغسطس من العام قبل الماضي، وكانت بداية الخيط للكشف عن مقتل سائق على يد صاحبة حضانة وعاملة بسبب علاقة جنسية بينه وبين الأولى وتهديدها بمقاطع جنسية لها. قبل 18 عاما من الآن كانت هناك قصة بين ميم رهس سنها 37 سنة صاحبة حضانة وهي المتهمة الرئيسية بمنطقة الوراق، وبين المجني عليه ألف ميم سنه 37 سنة سائق. وفي تلك الفترة كان المتهمان مقيمين في منطقة بشتيل بأسيم شمال محافظة الجيزة، وكان المجني عليه يتردد على منزل المتهمة لارتباطه بعلاقة صداقة مع أشقاء المتهمة. وفي إحدى المرات شاهد المجني عليه المتهمة وتبادل نظرات الإعجاب ونشأت قصة بينهما، وتقدم المجني عليه لكي يطلب يد المتهمة للزواج، ولكنه رفض وانقطعت العلاقة بينهما لمدة 15 سنة، وتزوج كل منهما، وانتقلت المتهمة للإقامة في منطقة الوراق مع زوجها. وبعد مرور أكثر من 15 سنة على قصة الحب، جمعت الصدفة المتهمة والمجني عليه أمام إحدى المدارس بمنطقة الوراق أثناء قيام كل منهما بتوصيل أولاده للمدرسة، وتبادل الحديث وأرقام التليفونات وانتهى اللقاء، ولكن لم تنتهي الأحاديث في التليفون، واستمر الحديث بينهما حتى اتفقا على لقاء ومقابلة في مكان عام. وقبل وقوع الجريمة بقرابة عام ونصف كان هناك لقاء بين الاثنين على مقهى في الدقي، وتبادل خلالهما الحديث عن الذكريات وقصة الحب التي انتهت بالفشل. وخلال اللقاء ألح المجني عليه على مقابلة المتهمة بمفردهما في شقة بمنطقة أسيم، وبعد إلحاح وافقت المتهمة وتقابلا، وهناك كان أول لقاء جنسي بينهما، وتعددت اللقاءات الجنسية. وأثناء ذلك قامت الضحية بتصوير المتهمة في أوضاع مخلة بالآداب أثناء ممارسة الجنس معه، وتكررت العلاقة الجنسية أكثر من مرة بين الاثنين. بعد مرور 6 أشهر من العلاقة الجنسية قررت المتهمة الرئيسية إنهاء تلك العلاقة والابتعاد عن المجني عليه، وبدأت في التهرب منه، إلا أن السائق حاول ابتزازها واستغلال تلك الفيديوهات الجنسية في مساومتها والاستيلاء على مبالغ مالية منها، واستجابت المتهمة له عدة مرات وأرسلت له مبالغ مالية، ثم بدأت في الرفض، ونشبت بينهما مشاجرة عنيفة هددها خلالها المجني عليه بفضحها أمام عائلتها بتلك الفيديوهات ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي،
وعقب انتهاء تلك المكالمة بدأت المتهمة في التخطيط للتخلص منه ومن تلك الفضيحة للأبد، ففكرت في تنفيذ خطة قتله بجريمة كاملة، قتل وتقطيع وإخفاء الجثة. فهذا ما توصلت إليه المتهمة بعد تفكير استغرق ساعات كثيرة. وأيضا كانت قد رسمت الخطة المحكمة واستعانت بالمتهمة الثانية سين ألف عمرها 31 سنة، وطلبت منها مساعدتها في تنفيذ الخطة مقابل 20,000 جنيه. ووافقت المتهمة الثانية لمرورها بضائقة مالية، واتفقت على خطة لقتل المجني عليه. قبل الكشف عن ملابسات الواقعة بثلاثة أشهر، قررت المتهمة تنفيذ خطة القتل، وجاءت كالتالي: أولا، استدراج المجني عليه بحجة تأجير شقة لممارسة الجنس معه. وعقب دخول السائق القتيل، قدمت له كوب نسكافيه يحتوي على 3 أجراس مخدرة. وعقب شرب النسكافيه، طلب قهوة لشعوره بحالة تعب، فقدمت له قهوة وداخل الفنجان قرصين آخرين. وعقب تناول فنجان القهوة، سقط في صالة الشقة مغميا عليه. وعقب ذلك بدأت تنفيذ المتهمة الثانية بالجريمة، فذهبت للمطبخ وأحضرت سكين وسطور وقطعت رأس المجني عليه عن جسمه ثم عضوه الذكري، وبعد ذلك قطعته نصفين بالساطور، واستمرت في جريمتها لمدة 8 ساعات. ثم نقلت الجثة في 3 أكياس وألقتها في النيل بمنطقة الوراق وإمبابة وبسوس في القليوبية. أوراق القضية ضمت اعترافات تفصيلية للمتهمتين بالصوت والصورة أثناء تمثيل الجريمة، وأيضا تحريات المباحث النهائية التي أكدت أنهما مرتكبي الواقعة، وتعذر العثور على الجثة نظرا لمرور 3 أشهر على الجريمة، وتمت إحالتهما للجنايات. وتنظر المحكمة أوراق القضية، ولا تزال قوات المباحث تحت إشراف اللواء الدكتور مصطفى شحاتة مساعد أول وزير داخلية للأمن الجيزة، واللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة للمباحث، تواصل البحث عن الأشلاء التي عثر عليها في أغسطس 2017 والوقوف على ملابسات الواقعة. هذا الخبر منقول من مصر اليوم.